السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. لو عايز تخلي الجهاز بتاعك سريع في تشغيل الاوفيس عليه، الاوفيس اللي هو مايكروسوفت اوفيس زي الوورد وزي الاكسل وزي الباوربوينت، اتبع معايا الخطوتين دولت، هما خطوتين بس مفيش غيرهم، وان شاء الله ان شاء الله هتحس بفرق كتير قوي. لو انت بتشوف ان في مشكلة عندك في الاكسل او في اي برنامج من الاوفيس تقيل بعد الحركتين دول، تصدقني صدقني هتستفيد كتير قوي. خليك معايا. ليك انك هتيجي هنا وتفتح مثلا مايكروسوفت اكسل او وورد او باوربوينت او اي حاجه تبع الاوفيس، وهتيجي هتروح جاي في اوبشنز، نفتح مثلا اكسل كده عادي، ونروح جايسين جاي فايل اوبشنز، وهنيجي عند كلمه ادفانس، وهننزل تحت شويه كده هنيجي عند كلمه ديسبلاي ديسبلاي، وهنيجي هنا ندوس على كلمه ديسبلاي هاردوير جرافيك اكسلريشن، دي نقفلها ديسيبل، ديسيبل نقفلها خالص، ندوس اوكي، ونيجي هنا تاني نكتب كنترول بانل، كنترول بانل في الستارت، ونيجي عند ايز 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 فين ايز فين ايز اوف اكسس سنتر اهي، وهنيجي عند يوز كمبيوتر وزود ديسبلاي اهو، وهنيجي عند ندوس على تيرن اوف اول نيسيسري انيميشن، دي هتبقى طبعا عندك مفتوحه، انت هتدوس عليها كده يعني تعمل عليها تشيك، تيرن اوف اول نيسيسري انيميشن، دوس اوكي. استنى بس كده، كده هتلاقي الاكسل عندك بقى سريع، يعني حتى ان انت لما تيجي تتنقل ما بين خليه لخليه تانية هتلاقي الخليه سريعه جدا معاك، والموضوع يبقى احسن. صدقني الفيديو ده هيكون افاده ليك كتير قوي، ولو عجبك الفيديو اتمنى ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك معايا في القناه، صدقني صدقني انا محتاج دعمك. شكرا جدا ليك، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.